ينضم إلينا من أربيل كاظم ياور الباحث السياسي والاستراتيجي. أستاذ كاظم، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، كيف تقرأ هذه الضربة الإيرانية لإسرائيل يعني وما أثرها على المنطقة؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة للرد الإيراني على هجمات الإسرائيلية على قنصلية الإيرانية في سوريا، طبعا إذا أخذناها من جانب القراءة إيرانية وإسرائيلية والحرب يعني المستمر ما بين الطرفين منذ يعني لربما سنين كثيرة في هذا المجال، كانت رد متوقع أن يكون إيران يعني يرد على هذه الهجمة. صرح بها الجانب الإسرائيلي وأعلن عن مسؤوليتها بتنفيذ هكذا هجمات على مصالح إيرانية، فكانت إيران لابد أن يعني تثأر من إسرائيل بطريقة يعني هي تختارها بهذا الصدد. ولكن الكل يعلم لدينا قراءات أخرى يعني في تأثير هذا الرد الإيراني على ملفات ساخنة في المنطقة مثل ملف الحرب الدائر في غزة. هل أن غزة وفلسطين وقضية الفلسطينية سوف تكون لها آثار جيدة تستثمرها القضية الفلسطينية، أم سوف تكون هناك سلبيات ونتائج عكسية على القضية الفلسطينية، وسوف يكون يعني الخاسر أو إذا صح التعبير أن القضية الفلسطينية أو قضية حرب في غزة سوف تدخل منعطفات جدا خطيرة تستفاد منها إسرائيل وتستفاد من جانب الآخر إيران في علاقاتها الدولية ومفاوضاتها الجارية مع الغرب وأمريكا في ملفات الأخرى. أستاذ كاظم، إذن يعني حضرتك تتحدث بأنها سيكون لها انعكاس على القضية الفلسطينية، كيف ترى هذا الانعكاس في قادم الأيام؟ طبعا يعني إذا أخذنا بالنتائج يعني الآن ماذا استفادت إيران إلا أن ربما يعني في علاقاتها الدولية أنها أظهرت أن لديها قوة يعني هجومية، قوة ممكن أن تستهدف أي مكان شاءت في إسرائيل وغير إسرائيل أو دول صديقة أو مطبعة مع إسرائيل، هذه الرسائل لتلك الدول. ولكن من جانب الإسرائيلي، إسرائيل عندما قصفت قنصلية الإيرانية استهدف وقتل من الإيرانيين يعني عساكر وقتل من الإيرانيين ضباط كبار في حرس الثوري الإيراني، ولكن النتيجة على أرض الإسرائيل لا توجد هكذا يعني لحد الآن لم يظهر لدينا أي نتائج استهداف منشآت عسكرية أو مسؤولين إسرائيليين أو كذا. يعني كانت هجمات لربما إذا أخذناها بالمقارنة مع ما أصاب إيران في مصالحها لا يذكر في جانب الإسرائيلي. إذن هناك يعني الخاسر برأيي الشخصي الملف الفلسطيني، قضية الحرب في غزة، كان ممكن استثمار يعني الرد الإيراني وتسخيرها في جانب استفادة ملف غزة في إيقاف الحرب، في الضغط على نتنياهو وعلى إسرائيل وعلى أمريكا بعدم الرد الإيراني على إسرائيل واستثمارها في جانب المفاوضات لنيل مزيد من المكاسب في ملف غزة وإيقاف الحرب، إن كانت لدى إيران وحلفائها هكذا يعني استراتيجية، هكذا طموح أن يكون هناك إيقاف الحرب، أن يكون هناك يعني الدولتين أو الدولة الفلسطينية والدولة يعني إسرائيل، نعم، بكامل السيادة للدولة الفلسطينية. يعني أستاذ كاظم، بين الأمس واليوم يعني تتحدث بأن كان لابد من استثمار هذه الضربة
في صالح القضية الفلسطينية، ولكن بين الأمس واليوم ما بين إسرائيل التي كانت منعزلة عن العالم وبدأ العالم الأوروبي والدول الغربية ضد إسرائيل، بالإضافة إلى الضغط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل، اليوم إسرائيل تظهر بدور الضحية. ما الذي سيتغير في موقف إسرائيل، أو ما الذي سيتغير بالنسبة لإسرائيل دوليا بعد هذه الضربة؟ نعم، نحن رأينا أن استراتيجية يعني الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل كانت يعني إمحاء غزة من وجه الأرض، وكذلك تهجير الفلسطينيين خاصة سكان غزة إلى سيناء إلى مناطق أخرى، ويعني القضاء على المقاومة، وكل هذه الأمور كانت استراتيجية لا يستغني عنها أو لا يتبدل عند الأمريكيين، ولكن تضحيات ومقاومة الشعب الفلسطيني وأهل غزة لكل هذه يعني عدوان الإسرائيلي على غزة، كل هذه الأمور جعلت من أمريكا خاصة تتراجع شيئا ما في هذا الملف، وتضغط على إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وتتخلى عن يعني مشاريع التي يقدمها نتنياهو في هذا المجال، من حيث أن إدخال المنطقة في حروب عبثية، في حروب لربما تدخل فيها أطراف كثيرة دولية وإقليمية في هذا الصراع. فتضحيات الشعب الفلسطيني ودماء الأطفال والنساء وتهجير أهل، كل هذه الأمور الإنسانية هي كانت سبب الرئيسي في الضغط على أمريكا وقبولها بوقف إطلاق النار، خاصة بعدم التصويت أو استخدام الفيتو على مشروع الذي قدمه مجموعة عربية وكذلك روسيا والصين في مجلس الأمن. فكل هذه الأمور كانت هي سبب حقيقي يعود لأهل فلسطين، ولكن اليوم نرى أن بعد هذه الضربات الإيرانية أمريكا تعود مرة أخرى وتعلن أنها بجانب إسرائيل، أنها سوف تقف بجانب إسرائيل، وهكذا أمور إذا سوف تكون يعني في غير صالح القضية الفلسطينية وقضية إيقاف الحرب والعدوان على غزة. فنحن اليوم أمام مشهد متغير في علاقات الدولية، لابد أن يكون هناك وقفة للدول العربية هي الأخرى بهذا الصدد. يعني أستاذ كاظم، أود الحديث في هذا الإطار عن ما حذرت منه مصر منذ بداية العدوان على قطاع غزة من الدخول في أتون الصراع المشتعل. اليوم هل ترى بأن يعني هناك توسع لدائرة الصراع؟ هل نحن قادمون على تغير في الصراع، سواء كان يعني من قبل إسرائيل مع دخول إيران وبشكل مباشر مع إسرائيل؟ طبعا إسرائيل هي كانت تحاول جر المنطقة، خاصة إيران وحلفائها وحتى بعض الدول العربية في هذا الصراع، لكي تكون هناك يعني مساندة كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية في هذا المجال، ولكن كانت يعني بعض الدول العربية ربما تحاول أن تعطي تصور للغرب والأمريكا، تصور يعني حقيقي في هذا المجال، ولكن اليوم رأينا أن الصراع الثنائي إسرائيلي وإيراني لربما يعني جعلت صورة مشوهة أكثر في هذا الجانب. فنحن اليوم ننتظر من الدول العربية أن يكون لديهم استراتيجية بديلة في هذا المجال، لكي يكونوا طرف ثالث في هذا المجال وينقذوا المنطقة، وإلا سوف تكون هناك يعني حرب إقليمية لا ينجو منها أي دولة حتى وإن كانت بعيدة عن إيران أو عن إسرائيل في هذه الفترة. أستاذ كاظم، هل تتوقع أن يكون هناك سيناريوهات للرد الإسرائيلي، خاصة بأن على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي على
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الرد، إلا أن هناك تصريحات إسرائيلية بأن هناك رد إسرائيلي قادم. هل تتوقع سيناريوهات للرد الإسرائيلي؟ طبعا أنا أتوقع سوف يكون هناك رد من قبل إسرائيل، ولكن توقيتها هل سوف تكون في فترة وجيزة أم ربما إسرائيل عندما تختار يعني أهداف إيرانية دائما تكون أهداف محددة وأهداف يعني تضرب بعمق في هذا المجال. الولايات المتحدة الأمريكية حتى في السابق كانت لا ترضى أن تكون هناك توسعة في عمليات استهداف لمصالح إيرانية من قبل إسرائيل بمفردها، ولكن إسرائيل لم تكن تلتزم بهذه التوصيات الأمريكية، فما يدور في العلن أو في الإعلام غير ما يدور في ما وراء الكواليس. إيران يعني بطبيعة الحال اليوم أعطت يعني ربما يعني مجال لأن تعود الولايات المتحدة الأمريكية من يعني من أبواب أخرى في هذه المجال، وربما سوف تكون هناك تناسي إذا صح التعبير لآلام والضحايا ومشاكل أهل غزة، وسوف تكون هناك صورة بينية بين إسرائيل وحلفائها. نعم. وإيران وحلفائها من طرف آخر، فإذا الخاسر الوحيد ما بين كل هذه الأطراف هي القضية الفلسطينية. نعم. وإيقاف الحرب في غزة في هذه الفترة. نعم، كل الشكر لك أستاذ كاظم ياور الباحث السياسي والاستراتيجي، شكرا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من أربيل.